بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة اليوم إن شاء الله راح نحكي لكم عن الإنزيم، اللي هم الإنزيمات بجسمنا، شو الاستركتشر تاعها وتركيبها، شو الكلاسيفيكيشن، كيف صنف العلماء الإنزيمات، and mechanism of action، يعني كيف طريقة عمل هذه الإنزيمات. بداية الإنزيم، طبعا الإنزيم مهمة، they play an important role in metabolism، تدخل في عمليات الأيض سواء الهدم او البناء، اللي هم الكاتابوليزم والانابوليزم، مهمه في الدياجنوسيس في التشخيص، مهمه في الثيرابيتكس اللي هم عمليات العلاج والدواء. So all biochemical reactions are enzyme catalyzed في الليفر في الليفينج اورجانيزم، يعني جميع اللي هو التفاعلات الكيميائيه والكيمياء اللي هو البايوكيميكال رياكشن مهمه بتحفز اللي هو اكثر من living organism عندنا في جسمنا. living organism اللي هو أي خلية حية موجودة في جسمنا. so the level of enzyme في blood are of diagnostic important، يعني تركيز الإنزيم في الدم عندنا هو مؤشر جيد ومهم. مثال على المؤشر اللي هو في disease مشهور اللي هو myocardial infarction، ضمور عضلة القلب. So enzyme can be used therapeutically such as digestive enzyme، تدخل في العلاج والثيرابيتكس اللي هو في الانزيمات المتعلقة في الهضم. هسه لما نيجي نحكي enzyme كdefinition كتعريف، enzyme as biological catalysts they are proteins، هي عبارة عن بروتين that increase the rate of reaction، بتزيد عملية اللي هو قديش في عنا تفاعل، اللي هو طاقة التفاعل بتزيدها عن طريقنا، بتقلل the energy of activation، يعني طاقة التحفيز بتقللها وبتزيد طاقة اللي هو التفاعل. I definition of enzyme. So they catalyze nearly all the chemical reactions taking place in the cell of the body، برضو بتحفز تقريبا كل اللي هم الرياكشن التفاعلات الكيميائية موجودة في جسمنا موزعة في الجسم كامل. So they are not altered or consumed during reaction، ما بتقل أو بتروح لو خلال الرياكشن. They are reusable، ممكن يتم استخدامها مرة أخرى. هاي كdefinition of enzyme. هسا الإنزيم بشكل عام شو تركيبه؟ الإنزيم هو بروتين، بروتين هاي الإنزيم، الإنزيم هو عبارة عن بروتين بيحتوي على إشي اسمه أكتيف سايد. شو الأكتيف سايد؟ أكتيف سايد اللي هو عبارة عن مولكيول اللي هو من ضمن اللي هو البادي تاع الإنزيم، مولكيول اللي هو بكون عبارة عن مركب داخل اللي هو الإنزيم. طبعا بكون بوكيت وبكون كليفت، ما بكون ستريت، يعني بكون في زي تجويف. ميزته انه برتبط عليه مادة اللي هو المتفاعلة بسميها السبستريت، يعني السبستريت هي عبارة عن مادة المتفاعلة ترتبط في الاكتف سايد اللي هو موقع اللي بصير فيه اللي هو عملية الرياكشن للإنزيم، اللي بعديها بعطينا برودكت. So enzyme molecule contain a special pocket or cleft called the active site. هاي هي عبارة عن active site. هذا الإنزيم، هاي ال active site، وهذا substrate المادة المتفاعلة. شوف كيف برتبط لو substrate على الإنزيم على active site تاعه، بغير شوي من شكل اللي هو ال bind. يعني تلاحظ هون هاي بيكون تقريبا ما بيكون، يعني بيكون متعرج شكل ال active site. هنا بنشوف انه مستقيم كامل ما في تعرجات. لما يرتبط السبستريت على الاكتف سايد بغير من الشكل اللي هو الاكتف سايد. مين بغيره؟ اللي هو السبستريت. بعد ما يغيره بعطينا برودكت اللي هو ناتج عملية الرياكشن. يعني هاي الانزيم ارتبط على السبستريت، غير من شكله. بنلاحظ هون تغير من شكل الاكتف سايد، بعديها اعطانا اللي هو الكومبلكس. ايش الكومبلكس؟ اللي هو مزيج من الانزيم مع
اللي هو السبستريت، بالاخر بيعطينا برودكت. بعد ما يعطينا برودكت الناتج من عمليه الرياكشن بيرجع نفس الشيء الاكتيف سايد لوضعه الطبيعي زي ما كان اول شيء. طبعا هاي واحدة من الموديل بتمثل هاي عملية الرياكشن، بنسميها لوك اند كي موديل. لوك اند كي موديل اللي هو القفل والمفتاح. القفل اللي هو عبارة عن الانزيم، المفتاح هو عبارة عن السبستريت. اذا كان فت له يعني مناسب له بيرتبط، كان كوركت بصير فيه رياكشن، اذا كان انكوركت ما بصير فيه رياكشن. يعني السبستريت ارتبط على انزيم مش انزيم له، ما بعطينا رياكشن، لانه ما بيرتبط كامل السبستريت، ما بصير في عندنا فت مناسبه لعمليه الارتباط. So in the lock and key model of enzyme action, the active site has a rigid shape. بكون شكله صلب لو الاكتيف سايت. Only substrate with the matching shape can fit. فقط المادة المتفاعلة substrate اللي فيها matching يعني مناسبة جدا في الشيب ترتبط بصير فينا reaction. The substrate is a key that fits the lock of the active site. وهي حكينا. So this explains enzyme specificity اللي هو قديش enzyme specific قديش enzyme non-specific. This explains the loss of activity when enzyme denature. يعني اللوك والكي موديل هي عبارة عن خاصية بتمثل لنا specificity، قديش الانزيم بكون مختص لsubstrate specific بكون. And this explains the loss of activity when enzyme denature. لما يصير فينا denaturation برضو هاي بتمثلها انه ممكن يتغير السبستريت من شكله، انه خلاص ما راح يصير يرتبط على الانزيم، ما راح يصير في عندنا رياكشن. طبعا في مصطلحات عندنا في الانزيم، في اول مصطلح اسمه ابو انزيم، وفي عندنا الهولو انزيم. في الابو انزيم وفي الهولو انزيم. بحكي لك ذا انزيم without its non protein moiety is termed as ابو انزيم and it's inactive. يعني الانزيم اللي ما بكون عليه بروتين اللي هو خصائص بروتين بنسميه ابو انزيم. ابو انزيم هو عباره عن انزيم ما بيحتوي على بروتين، بكون ان اكتف غير نشط. الهولو انزيم هو اكتف انزيم with its non protein component. يعني الفرق بين هولو والابو انه الهولو بكون اكتف والابو بكون ان اكتف. هاي الصوره بتوضح هاي الابو انزيم. ابو انزيم inactive حكينا اللي هو انزيم بيحتوي على portion of protein، يعني جزء منه فقط بسيط من البروتين بكون inactive. الهولو انزيم هاي الهولو انزيم. الهولو انزيم قلنا هو active انزيم، بنلاحظ انه ممكن يرتبط عليه substrate بكون كله active. في مصطلح اسمه الكو انزيم. كو انزيم له عوامل مساعده عشان يصير في عندنا اكتيفيشن للانزيم. مثال عليها الكو فاكتورز والاكتيفيتورز، هذولا امثله على الكو انزيم. طبعا في عندنا important terms to understand biochemical nature والاكتيفيتي تاعت الانزيم. الكو فاكتور، كو فاكتور عوامل مساعده، من اشهرها اللي هو الكو انزيم في البروستاتيك جروبس. كو انزيم والبروستاتيك جروبس الكو فاكتور ايش هما؟ they are non protein chemical compound. هي مش بروتينات ولكن هي مركبات كيميائيه that is bound to the enzyme. يعني الكو فاكتور ترتبط في الانزيم طبعا يا تايتلي بشكل ملتصق او لوسلي بشكل اللي هو غير ملتصق بشكل عادي يعني. And is required for catalyze، ومهمة للتحفيز الإنزيم. أول كوفاكتور عندنا الكو إنزيم، ثاني كوفاكتور نسميه البروستاتيك جروبس. طبعا الكو إنزيم كأول كوفاكتور عندنا عوامل مساعدة،
الكوينزام دي ار نون بروتين كومبوننت لوسلي، مهمه جدا نعرف لوسلي بشكل عادي يعني ترتبط بمين؟ في الابو انزام. ابو انزام حكينا دي ار ان اكتيف انزيم، يعني الكوينزام هي عباره عن نون بروتين كومبوننت ترتبط لوسلي بالابو انزيم نون كوفيننت بوند. من امثله الكوينزام عندنا في الفيتامين او الكومباوند اللي بتيجي عندنا من الفيتامين، compound derived from vitamin. هاي example of coenzyme. البروستاتيك ما راح تكون loosely، البروستاتيك جروب ما راح تكون loosely ارتباطها مع الابو انزيم، راح تكون tightly بشكل ملصق، يعني بشكل ملصق انه ارتباطها بكون very fit. So the non-protein component tightly مهمة جدا bound to the ابو انزيم by covalent bond is called prosthetic group. يعني الفرق بين coenzyme والprosthetic group انه coenzyme ترتبط loosely بالapo enzyme non-covalent bond، بينما prosthetic ترتبط tightly في الapo enzyme covalent bond. طبعا كenzyme specificity، قديش الenzyme عندنا specific؟ Enzyme have varying degree of specificity for substrate. يعني الإنزيم لما يرتبط بالمادة المتفاعلة substrate اللي أكثر من اللي هو قديش إنه specific الإنزيم. يعني مش دائما substrate برتبط على الإنزيم والعكس كذلك، لازم يكون specific، لازم يكون مختص للارتباط. So enzyme may recognize and catalyze، يعني الإنزيم ممكن انها تصير فينا ريكوجنيشن، تتعرف وتصير لها تحفيز وتنشيط عن طريق انه ممكن ترتبط بسنجل سبستريت. يعني الانزيم ممكن يرتبط بسنجل اللي هو بكون جاست سنجل سبستريت، يعني سبستريت واحد فقط، ماده متفاعله واحده. او الانزيم ممكن يرتبط اجروب اوف سيميلر سبستريت، يعني مواد متفاعله مع بعض يرتبط فيها الانزيم ويصير فينا رياكشن. او ترتبط a particular type of bond، يعني في عندنا bond ممكن الانزيم هاي يرتبط فيها. حكينا السبستريت هي عبارة عن بروتين والانزيم برضو عبارة عن بروتين. هذا الجدول بيوضح لنا اللي هو specificity تاعت الانزيم. اهم شيء نعرف التايب تاع اللي هو الانزيم specificity، ممكن يكون اول شيء absolute لما يكون في عندنا single substrate. من أمثلتها اللي هو اليورياز. يورياز عبارة عن إنزيم بيعمل هيدروليسيس لليوريا، يعني بدنا نعرف إيش يعني لما نحكي أبسوليوت يعني سينجل. نحفظ مثال اللي هو اليورياز مثال على الأبسوليوت اللي هو سينجل سبستريت. لما يكون عندنا جروب أكثر من اللي هو سيميلر سبستريت، رياكشن أوف سيميلر سبستريت، مثال على الهيكسوكاينيز. الهيكسوكاينيز حكينا هذا شو بيعمل في الهيكسوزز، بضيف اللي هو الفوسفات جروب، هاي مثال عليها. لما يكون عندنا لينكج حكينا في عندنا سبيسيفيك بوند انه وان تايب رياكشن او سبيسيفيك تايب اوف بوند. مثال على اللينكج اللي هو تايب اوف انزيم سبيسيفيتي الكيموتريبسين. الكيموتريبسين حكينا مهمه انه بيعمل هيدروليسيس لمين؟ البيبتايد بوند. هاي مثال على اللينكج تايب اوف انزيم سبيسيفيتي. طبعا من التيرمز المهمة جدا في البايوكيميكال نيتشر والاكتيفيتي تاعت الانزيم اللي هو خصائص المهمة جدا في اللي هو تحفيز الانزيمات عندنا، اكتيفيشن انرجي اور انرجي اوف اكتيفيشن اللي هو طاقة التفاعل مهمة، او نسميها اللي هو التفاعل اللي بنتج منه طاقة. So our chemical reaction required some amount of energy to get them start. يعني أي تفاعل كيميائي عندنا في جسمنا لازم يحتاج إلى طاقة عشان يشغل التفاعل. Or its first push to start reaction. أو مهمة قبل الرياكشن أصل عشان يصير في عندنا رياكشن. هاي الطاقة نسميها الاكتيفيشن انرجي. يعني شو الاكتيفيشن انرجي؟ هي عبارة عن طاقة first to push to start the reaction. هاي بالنسبة للي هو الاكتيفيشن انرجي. هسه الميكانيزم اوف
أكشن للإنزيم، يعني كيف طريقة عمل الإنزيم. شرحناها قبل، أول حكينا موديول اللي هو أول طريقة شرح عمل الإنزيم اللي هو اللوك أند كي موديل. طبعا إنزيمز increase reaction rate by decreasing the activation energy، هاي حكينا قبل، لو بزيد عملية اللي هو طاقة، بتزيد اللي هو طاقة التفاعل، انها بتقلل طاقة التحفيز. يعني كل ما كان طاقة التحفيز اقل، كل ما زاد عندنا الرياكشن. So enzyme substrate interaction، يعني المادة المتفاعلة بس ترتبط مع الانزيم، بصير فينا formation of enzyme substrate complex. complex حكينا قبل بالرسمة اللي قبل، بيا بتتمثل في lock and key model اللي هو القفل والمفتاح، او induce fit model. او induce fit model هذا الموديل الثاني عندنا في عملية الانزيم substrate reaction interaction. حكينا الانزيم lower reaction activation energy. بنلاحظ هون هاي في الحالة الطبيعية بعدم وجود الإنزيم، without enzyme. اللاكتوز حكيناه في chapter carbohydrate، إيش هو اللاكتوز؟ هو سكر دايساكرايت من طبعا يتم اللي هو يجزأ للجلوكوز وجلاكتوز. اللاكتوز يعني يصنع من الجلوكوز وجلاكتوز. طبعا بنلاحظ هنا بلش عندنا اللاكتوز يتفكك. طبعا هاي اللي هو البيل شيب، اللي هو شكله زي شكل الجرس. شو بنلاحظ هون؟ هون زاد في عندنا اللاكتوز، احتاج الى طاقة عالية عشان يفكك اللاكتوز لجلوكوز وجلاكتوز. هذا بعدم وجود الانزيم. طبعا وجود الانزيم بنلاحظ انه بدنا اللي هو اقل رياكشن اكتيفيشن انرجي. بنلاحظ اللاكتيز هو انزيم بيساعد في عمليه تحطيم اللاكتوز لجلوكوز وجلاكتوز. يعني الانزيم شو عمل؟ قلل اللي هو رياكشن اكتيفيشن انرجي. ما في عندنا بالشيب هنا، ما في عندنا شكل الجرس، اذا في طاقه اقل. يعني الانزيم قلل من طاقه الاكتيفيشن. هذا مثال بوضح انه الانزيم بقلل من اكتيفيشن انرجي. هنا ما في بعدم وجود الانزيم اللاكتوز، شو بنلاحظ انه كان في عندنا طاقه عاليه عشان يفكك اللاكتوز لجلوكوز وجلاكتوز، بينما في حاله الانزيم كانت الطاقه اقل. وهذا الفيجر كمان بوضح لنا باللون الاحمر بوجود الانزيم، باللون الاسود بعدم وجود الانزيم. بلاحظ الاكتيفيشن انرجي اعلى، بتكون اكبر. طبعا هون الانرجي، هون الرياكشن عندنا، هاي بلش ارتفعت الاكتيفيشن انرجي، بعدين قلت اعطانا برودكت. حالة الانزيم بكون اقل الاكتيفيشن انرجي. طبعا اللوك اند كي موديل، in the lock and key model of enzyme action the active side has a rigid shape، بكون صلب. هاي الاكتيف سايد بكون صلب. هاي اللوك اند كي موديل، اس يعني سبستريت، مادة متفاعلة ارتبطت على الانزيم، اعطانا اشي اسمه كومبلكس، انزيم سبستريت كومبلكس. only substrate with the matching shape can fit، وهي حكيناها، يعني بس فقط اللي السبستريت اللي بكون اللي هو بس مناسب للاكتيف سايت تاعت الانزيم هو اللي بيرتبط، غير هيك ما بيرتبط. So the substrate is a key that fits the lock of the active site. حكينا السبستريت هو الكي، والانزيم هو عبارة عن اللوك. This is an older model however and does not work for all enzymes. هاي هذا موديل قديم للرياكشن تاع الانزيم مع السبستريت، ولكن مش كل الانزيمات بصير في عنا رياكشن بهذا الموديل. عشان هيك في موديل ثاني اسمه induce fit model.
شنو نديوس فيت موديل؟ انه بكون الاكتف سايد is flexible not rigid، وهاي مهمة جدا. لما يكون الاكتف سايد flexible انه ممكن يتغير، ما بكون صلب زي اللي هو اللوك اند كي موديل. هاي مهم جدا في عملية الرياكشن. The shapes of the enzyme الاكتف سايد and substrate adjust to maximize the fit which improves catalyze. يعني كيف شكل الاكتف سايد تاع الانزيم ونفس السبستريت لما يرتبط بصير في عنا اللي هو ماكسمايز فيت، اللي هو ارتباط كبير جدا، وهذا بيعمل امبروفمنت، يعني بيعمل عملية اللي هو التحفيز اللي بكون افضل يعني من التحفيز اللي بكون نورمالي في اللوك اند كي موديل. يعني في عملية الانديوس فيت موديل لما يرتبط السبستريت على الانزيم هون بصير في عنا ماكسمايز للفت، ارتباط عالي، وبحسن من عملية التنشيط تاع الانزيم. So there is a greater range of substrate specificity، وspecificity أعلى بتكون في حالة الانديوس فيت موديل substrate ارتباطه على الانزيم. So this is more constant with wider range of enzyme، هذا الموديل الأكثر شيوعا يستخدم في عملية الإنزيم سبستريت إنتراكشن والرياكشن عندنا في الإنزيمات، أفضل من لوك أند كي موديل. طبعا أول ستيب في عملية الإنزيم سبستريت كومبلكس، ستيب الأول إنزيم على سبستريت كومباين تو فورم كومبلكس. إي يعني إنزيم، أس يعني سبستريت، إي أس اللي هو إنزيم سبستريت كومبلكس. بلاحظ هاي الإنزيم عندنا، هاي السبستريت، صار في عندنا رياكشن، صار في عندنا الكومبلكس. كومبلكس اللي هو الإنزيم سبستريت كومبلكس، هاي أول ستيب. الستيب الثاني، إيش الستيب الثاني؟ An enzyme product complex is formed. لما ارتبط الإنزيم، ارتبط عليه السبستريت، أعطانا الكومبلكس. صار فينا ترانزيشن ستيت، وحكينا انه ممكن يكون فينا فليكسبل الاكتف سايد، انه نصير فينا ماكسمايز فيتنس. بعد ما يصير ماكسمايز فيتنس بصير فينا اي بي اللي هو الانزيم برودكت، بيطلع لنا البرودكت. بس يطلع البرودكت بظل الاكتف سايد زي ما كان اول مره، اللي هو بكون فري، ممكن يرتبط مع انذر سبستريت. البرودكت اللي بيطلع لنا هاي البرودكت، هاي ذا انزيم اند برودكت سيبريت، انه بنفصله عن بعض. هاي الانزيم برودكت كومبلكس، هاي الانزيم لحاله والبرودكت لحاله، وممكن انه يرتبط مره ثانيه الانزيم مع سبستريت ويكمل سلسله الرياكشن عندنا. هاي ذا انزيم از ريدي فور انذر سبستريت. هاي كانت اللي هو بالنسبه للانديوس فيت موديل بالإضافة لللوك كي موديل. هسا في عوامل بتأثر على الإنزيم أكتيفيتي، يعني نشاط الإنزيم، وفي عوامل بتأثر عليه. من أهم العوامل فينا الانفيرومنتال كونديشن، اللي هو البيئة، طبيعة البيئة. في الكو فاكتور والكو إنزيم اللي حكيناها قبل، عوامل مساعدة. في الإنزيم إنهبيتور اللي هو اللي بيثبطوا الانزيم، اي شيء بيثبط الانزيم اكيد راح يقلل من الاكتيفيتي تاعته. سو اول كونديشن عندنا، اول فاكتور في عمليه بتاثر على الانزيم اكتيفيتي اللي هو ايش؟ انفايرمنتال كونديشن، اللي هو مثال عليها اللي هو التمبريتشر. يعني اذا كان فينا تمبريتشر عالي، اكيد هاي حكيناها في الشابتر البروتين، ممكن يصير فينا ديناتوريشن، لو بتفكك البروتين. النظام قلنا هو عبارة عن بروتين، إذا كان فينا إكستريم تمبريتشر طبعا they are almost dangerous، تكون خطيرة جدا. هاي تمبريتشر may denaturate and unfold the enzyme، أكيد ممكن تخرب من تركيب الإنزيم. خربت من تركيب النظام أكيد راح تقلل من الأكتيفيتي تاعته. البي اتش الوسط الحمضي بالعادة 6 إلى 8
بتكون نيوترال، أقل من هيك وأعلى من هيك ممكن تأثر في البروتين وبالتالي بتأثر على الإنزيم. في سبستريت كونسنتريشن، تركيز السبستريت أكيد راح يأثر على الأكتيفيتي بتاعت الإنزيم سواء أقل أو أعلى. العامل الثاني عندنا اللي بيأثر على الأكتيفيتي تاعت اللي هم الإنزيم الكو فاكتورز والكو إنزيمز. طبعا إن أورجانيك سبستانسز زي الزنك والأيرون مواد غير عضوية، من أمثلتها برضو الفيتامين are sometimes need for proper enzyme activity. هذول من عوامل الكو فاكتورز والكو إنزيمز الموجودة المهمة في تحفيز الإنزيمات. إذا ما كانت موجودة بتكون الأكتيفيتي تاعته قليلة. إذا كو فاكتورز كو إنزيمز مهمة جدا. مثال على كو فاكتورز كو إنزيمز الأيرون، إحنا بنعرف الهيموغلوبين عندنا في تركيبه بيحتوي لك على أربعة اللي هو جلوبين، وجود أربعة هيم وكل هيم بيرتبط فيه أيرون. إذا الأيرون must be present in the quaternary structure of hemoglobin in order for it to pick up oxygen. وكل أيرون بيرتبط على الهيم على الجلوبين بيرتبط عليه أكسجين. إذا الأيرون هو كوفاكتور مهم عندنا للرياكشن عندنا في عملية الأكسجين. طبعا الأكسجيناشن والأس سي أو ثري هو عملية التنفس للخلايا. طبعا هاي شرحناها في البروتينات لما حكينا عن الهيموغلوبين. نكمل العامل الثالث عندنا، هسه بنيجي نحكي عنه. نكمل بالنسبة للانفايرمنتال فاكتور، هاي بنشوف بنلاحظ لما حكينا في عندنا تمبريتشر معينة اوبتيمم اللي هو مناسبة جدا. هاي بنلاحظ عندنا هون من تقريبا من 30 لتقريبا 45 هاي بتكون اوبتيمم، بس الاوبتيمم دائما 37. هذا عندنا الرياكشن عندنا للإنزيم. بنلاحظ أعلى رياكشن للإنزيم بيكون فاست لما تكون التمبريتر 37 أوبتيمم ودرجة حرارة الجسم. الفاكتور الثاني البي اتش الوسط الحمضي. الوسط الحمضي حكينا بالعادة بتكون نيوترال من 6 إلى 8 البي اتش. هاي موست إنزيمز هاف أن أوبتيمم بي اتش of around 7 بتكون نيوترال. بعض من الانزيمات اللي هو بتفضل اسيدك بتكون اقل من 7 او بيسك بتكون اعلى من 7 كونديشن. مثال على اللي بتفضل اقل من 7 زي البيبسين انزيم، فين التريبسين بكون اعلى من 7. الاوبتيمم مثال عليها الامايليز. هذول انزيمات لازم تعرفوهم تحفظوهم. كل إنزيم عندنا الأمايليز بيكون البي اتش 7، البيبسين بيكون البي اتش تقريبا 2، والتريبسين تقريبا بيكون 8 8.5 اللي هو البي اتش تاعه، لأن سلايتلي بيسك بي اتش. هاي كانت للبي اتش كانفيرمنتال فاكتور. هسه السبستريت كونسنتريشن والرياكشن ريت. أكيد عندنا كل إنزيم بيرتبط لازم يكون فيه إن كمية معينة من السبستريت المادة المتفاعلة. So the rate of reaction increase as substrate concentration increase at constant enzyme concentration. يعني متى بزيد التفاعل؟ إذا كان الإنزيم تركيزه ثابت بينما السبستريت بكون تركيزه عالي، هون بزيد في عنا الرياكشن. متى بنوصل للماكسيمم أكتيفيتي؟ نوصل للماكسيمم اكتيفيتي when the enzyme is saturated. saturated يعني كل الانزيمات برتبط عليها السبستريت. هون بنلاحظ في الفيجر اول فيجر فين الفيلوسيتي اللي هي سرعة التفاعل. بنلاحظ هنا ارتباط قليل للسبستريت على الانزيم، بعديها صار فينا saturation قليل يعني ما صار فينا full saturation، بينما في آخر التفاعل لما نوصل الماكسيمم بصير في عنا ساتوريشن. ساتوريشن إنه كل
الانزيمات ارتبط عليها السبستريت. طبعا هاي انزيم ساتوريتد فار مور سبستريت ذان ات كان ديل وذ، يعني خلص كلها مشبعه. هون نوصل للماكسيمم فيلوسيتي، سرعه التفاعل بتكون عاليه. هاي الفيجر برضو بتوضح هون السبستريت كونسنتريشن، طبعا انزيم اكتيفيتي انكريز all the enzyme compound with the substrate. هون لما نوصل للماكسيمم اكتيفيتي هاي نفس هاي الفيجر، لما نوصل للماكسيمم اكتيفيتي خلص بكون كل الانزيمات ساتوريشن، بكون في عنا اللي هو فيلوسيتي عالي للرياكشن والاكتيفيتي بتكون للماكسيمم. هاي بالنسبة للكونسنتريشن. طبعا لما نيجي نحكي انهبيتورز، انهبيتورز يعني مثبطات للإنزيم. في عنا إشي اسمه ريفيرسبل كومبيتيتيف إنهيبيشن. ريفيرسبل من اسمه ريفيرسبل، يعني ممكن يرجع لحالته الطبيعية. الكومبيتيتيف إنهيبيتورز، شو الكومبيتيتيف إنهيبيتورز؟ has a structure like the substrate، يعني شكله زي شكل السبستريت ولكن هو مثبط. يعني هاي الآي إنهيبيتورز، أس يعني سبستريت، بنلاحظ شكله تقريبا سيميلر للسبستريت. هاي الانهبيتور وهاي السبستريت، شكل الانهبيتور تقريبا مماثل لشكل السبستريت، برتبط على الاكتيف سايت تاع الانزيم بثبط عمله. هاي النورمال اللي حكينا عنها، هاي السبستريت مع الانزيم بصير فينا رياكشن بعطينا برودكت، بينما الانهبيتور خلص بوقفه بمنع ارتباط السبستريت على الاكتيف سايت تاعه، بيعمل كومبيتيشن يعني بينافس السبستريت على الاكتيف سايت تاع الانزيم. كومبيت وذ ذا سبستريت فور ذا اكتيف سايت. هاز اتس افكت ريفيرسد باي انكريزينج سبستريت كونسنتريشن. وحكينا هذا ريفيرسبل رياكشن، انه ممكن الانهبيتور خلص ما يرتبط على الانزيم والسبستريت يجي يرتبط على الاكتيف سايت تاع الانزيم، ويصير في عندنا اللي هو الرياكشن الاكتيفيتي تاعت الانزيم بالاخر بعطينا برودكت. في شيء اسمه non-competitive inhibition. non-competitive inhibition بحكي لك has a structure different than the substrate. مثل الانهبيتور هو بيحتوي على تركيب مختلف عن السبستريت. طبعا التركيب المختلف عن السبستريت بيعمل distorts the shape of the enzyme which alters the shape of the active site. يعني بغير من شكل الاكتيف سايد عندنا. هاي لما ارتبط، هاي اللي هو النون كومبيتيتيف انهبيتور، ارتبط على اذر ذان الاكتيف سايد، غير من شكل مين؟ غير من شكل الاكتيف سايد تاع الانزيم. يعني شو بخرب على السبستريت انه يرتبط على الاكتيف سايد تاع، انه بغير من شكل الاكتيف سايد، بيعمل ديستورتس، بغيره بخرب شكله. prevents the binding of the substrate، حكينا بمنع ارتباط السبستريت على الاكتيف سايد انه بغير من شكله، من هو النون كومبيتيتيف انهبيتور. cannot have its effect reversed by adding more substrate. هو نون ريفرسبل رياكشن، خلص نون ريفرسبل انه خلص غير من شكل الاكتيف سايد، ما بقدر يرجع لحالته الطبيعيه ويرتبط السبستريت. مين الاخطر، نون كومبيتيتيف انهبيشن ولا كومبيتيتيف؟ اكيد راح يكون نون كومبيتيتيف انهبيتور، لانه they are non-reversible reaction، انه خلص بغير من شكل الاكتيف سايت تاعه، بمنع ارتباط السبستريت وسلسله اللي هو الانزيم اكتيفيتي رياكشن، يعطينا برودكت. وهون بكون خلصنا المحاضره. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يعطيكم العافيه جميعا.